بمناسبة تذكرت نظريات المؤامرة، طبعا أحد الأصدقاء المفضلين للبرنامج اللواء عبد العاطي كان ليه رأي في هذا الموضوع. أنا عرض علي في هذا الجهاز 2 مليار دولار، 2 مليار دولار وأنساه، رفضت. قلت لهم اكتبوا عالم عربي مصري مسلم يكتشف، فقالوا لا لا، تنسى الكلمة دي وتاخد الشيك وتحطه لك في أي دولة من دول العالم. قلت لهم طيب ومالي، وسافرت وهربت وجيت على بلدي، المخابرات حمتني هنا. يعني طبعا الموضوع مش بس ان هم حاولوا يسرقوا الاختراع بتاعه، عندنا نظريات مؤامره اخرى، ان شركات الادويه هي اللي بتخلق اصلا الامراض، ان هم بيحجبوا العلاج وبيحاولوا يحاربوا اي حاجات من الطب البديل، وسلسله من هذه المؤامرات اللي الناس متخيلها. انا دايما في موضوع نظريه المؤامره عندنا قاعده بسيطه جدا، بمعنى لو احنا بنتكلم على مؤامرة تتطلب ان ثلاث افراد في اوضة يتفقوا على حاجة، فدي قابلة للتصديق. لكن علشان نتخيل مؤامرة زي مثلا ان امريكا ضحكت علينا لما نزلوا على القمر، ده معناها ان في الاف مؤلفة من البشر اللي بتشتغل في ناسا، بتشتغل في الحاجات المختلفة، كلها اتفقت انها تكذب عليك. نفس الشيء تعالوا نطبقه على شركات الادوية. هل النهاردة حد متخيل ان ملايين البشر الذين يعملون في تطوير الأدوية المختلفة في شركات مختلفة في دول مختلفة في شركات وجامعات كلهم هيتفقوا على إخفاء علاج علشان ايه؟ طيب